السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من ساعة صباح. وفيها قبل أسابيع قليلة على نهاية العام الدراسي، كيف تساعد الأسرة أبنائها على تحصيل ما فات من دروس والاستعداد لموسم الامتحانات؟ وصل العام الدراسي إلى أسابيعه الأخيرة، وبات الطلاب وأسرهم في مواجهة موسم يتسم في الأغلب بالضغط النفسي، خاصة مع هؤلاء الذي فاتهم قدر كبير من التحصيل الدراسي خلال العام. فما هي أهم الاستعدادات التي يجب أن تقوم بها الأسرة من أجل ختام ناجح لموسم دراسي طويل؟ وهل تتركز تلك الاستعدادات على الجوانب التعليمية فقط، أم أنها تشمل أيضا أمور التغذية وتنظيم الوقت؟ خاصة أن امتحانات نهاية العام غالبا ستتقاطع مع شهر رمضان المبارك. الإجابة على هذه الأسئلة وغيرها في حلقة اليوم من ساعة صباح، لكن دعونا في البداية نتعرف على استعدادات بعض الأسر لمرحلة نهاية العام الدراسي. نتابع. نظم وقتي باش اني رتب جدول هيك باش نقرا جميع المواد. نشجعهم انه نهيئهم المكان المناسب ونكون درسهم الاول باول. حطيتها بعساس المواد الصعبه اللي هي اول يامات، بعتلي اليامات السهله. وهي في تفاوت بين الابناء، اولا في اللي ذكاء احسن من الثاني، وديما يكون شخص شداته اكثر من الثاني، في واحد عنده لا مبالاه وواحد بروحه يقرا. فكره ناجحه لانها هي تنظم وقت الطالب وتخليه مرتاح، عقله مرتاح. يعني يجب ان يتم تشجيع الابناء على المطالعه اثناء السنه الدراسيه، فتره السنه الدراسيه، وخاصه انه يجب ان يمنع الابناء او يسحب منهم وسائل التواصل، ما يسمى بالهواتف النقالة، وكل ما يمكن أن يمنعهم من التركيز على تعليمهم. عندما تقترب الامتحانات النهائية يكون هنالك ضغط، لكن الأحسن هو أن تعلم الطلبة كيف يسيرون ذلك الضغط، يعني بأن تقنعهم بأن الامتحان مجرد امتحان وشيء عادي، لا يجب على الإنسان أن يتوتر، لا يجب عليه أن يرهق، تعمل نوع من تفريج يعني الضغط. يعني يبدو تشجيع الأبناء على الدراسة أكثر في أيام القريبة من الامتحانات بدلا من طيلة أيام السنة الأخرى، ودائما علينا أن نحرص جميعا على تشجيع الأبناء طيلة السنة الدراسية وليست فترة الامتحانات فقط. وللحديث عن استعدادات الأسرة لمرحلة نهاية العام الدراسي نرحب بضيفتنا في الاستوديو المستشارة التعليمية الأستاذة عدلة عثمان. أهلا بك أستاذة عدلة. أهلا بك. ومرحبا بحضرتك، وإن شاء الله يبقى موسم نهاية العام موسم جيد لكل الطلاب وكل الأسر إن شاء الله. النجاح للجميع. آمين يا رب العالمين. في البداية أستاذة عدلة، يعني هناك مقولة اللي ذاكر ذاكر خلاص، هل هذه المقولة صحيحة أم أن الأمر من الممكن أن يتم تعويض ما فات؟ دائما الوقت للعمل من أجل الاستعداد للامتحانات هو الآن، فإذا كنا إحنا في بداية السنة ففي بداية السنة هو الموسم الجيد للاستعداد للامتحان، وإذا كنا أيضا في نهاية السنة فأيضا يجب أن نعمل. فإذا نأخذ بمقولة من ذاكر ذاكر، معناته الطالب سيشعر باليأس ويتوقف، ولا سمح الله رسوب يعني مؤكد إذا كان بده يستسلم. فلا بد أينما كنا في أي مرحلة في أي وقت من أوقات السنة يجب علينا أن نستعد. لكن فكرة التفكير في الماضي، يعني دائما بعض الطلاب يقول أننا لم أذاكر طيلة العام، أو بعض الآباء والأمهات يشكون من أن الأولاد لم يبدأوا الدراسة منذ بداية العام، يثبط الأبناء بشكل أو بآخر. طبعا إذا كان بدي أنا أرجع لأفكر بالماضي، أنا لا أملك أمس ولا أملك غدا، لا أملك إلا الآن، هذه الساعة التي يجب أن أعمل فيها. نعم. مهما كان هذا العمل متأخر. نعم. طبعا ننوه مشاهدينا الكرام إلى أن نتلقى مشاركتكم وأسئلتكم عبر أرقام الهاتف التي تظهر أسفل الشاشة وعلى صفحة
صفحتي الجزيرة مباشرة على فيسبوك وتويتر، كما يمكنكم متابعة البث الحي لهذه الحلقة عبر موقع الجزيرة مباشر وكذلك عبر فيسبوك لايف، وأنتم متابعين على مواقع التواصل الاجتماعي. سؤالنا لكم: كيف تنظمون أوقاتكم خلال فترة نهاية العام الدراسي؟ وهل لديكم عادات معينة تتبعونها خلال تلك الفترة؟ أرسلوا إلينا بتعليقاتكم واستفساراتكم عبر صفحتي الجزيرة على فيسبوك وتويتر فتابعونا. طب بداية أستاذ عادلة، يعني متى يمكن أن نقول أن الوقت أصبح متأخرا على الاستعداد للامتحانات؟ من أول أغسطس 8 ده بداية يعني الدراسة. ما هو يا عزيزي، نحن أول إشي يجب أن ندمر موضوع أننا ندرس للامتحان، لأننا الامتحان ليس هدف، التعلم هو الهدف. فمتى يجب أن نتعلم؟ يجب أن نتعلم طول الوقت، يعني طول الوقت يجب أن نتعلم طول السنة. لكن الامتحانات هي التي تقيم وتجعل الطالب ينتقل من صف دراسي إلى صف دراسي آخر. المفروض أن الامتحانات أو خلينا نحكي التقييم، التقييم ليس له هدف واحد وهو الترفع إلى مرحلة جديدة أو النجاح في الامتحان. التقييم له أهداف كثيرة، والتقييم هو قياس حدوث التعلم. طب متى سيحدث التعلم؟ يحدث التعلم على فترات، لأن المادة التعليمية كبيرة والكتاب صفحاته عديدة ومواضيعه كثيرة. فمتى سيحدث التعلم الذي نريد أن نقيسه؟ بعدين الامتحانات ليست نهاية العام، هناك عندنا امتحانات الفترية، عندنا التقييم البنائي وهو أيضا موجود في مدارسنا. فالتقييم دائما موجود وبنائي. لكن الدرجة الكبرى هي توضع في الأغلب في امتحان نهاية العام. إذا كانت الدرجات كلها تقريبا 60% والنهائي 40، فمعناته إحنا المفروض نجحنا قبل ما ندخل الامتحان النهائي. لأن عندنا 60 درجة، عندنا 60 درجة أعمال السنة والامتحانات السابقة للامتحان النهائي. هي طبعا الأنظمة تختلف من بلد إلى آخر، في جميع الامتحانات أحيانا بالعكس بعض الأنظمة بتحط على الامتحان النهائي 20 درجة 30 درجة، أنا أحكي في أقصاها 40 درجة. معناته إحنا إذا وصل الطفل أو الطالب إلى فترة الامتحانات وهو قد جمع من 60 علامة 20 درجة، فيكون في موقف حرج ونفسيا متضايق، وأهله أيضا مشدودين. لكن ماذا لو إحنا حصلنا 40 علامة من عملنا طول السنة من 60 أو 50، حتى يدخل إلى الامتحان بنفسه؟ معناته الامتحانات ستسقط تسقط كثير من الرهبة والقلق والشد، ولكن نحن نتراخى طوال الفترة مع أبنائنا ومع أنفسنا، والطالب أيضا تعود على هذا التراخي ثم يريد أن يستعد للامتحان. فكرة استعداد الامتحان، لكن دعنا في البداية نرحب بالتي تنضم إلينا عبر الإنترنت من العاصمة الأردنية عمان، الخبيرة التربوية الدكتورة سهى الطبال. أهلا بك دكتورة سهى. يعني فكرة الاستعداد، يعني أستاذ عادلة تقول أن بداية الاستعداد للامتحانات هو من شهر أغسطس من بداية الدراسة، إلى أي مدى تتفقين معها في هذه وجهة النظر؟ هو هذا الشيء المثالي والمفروض، إنه نبدأ من بداية السنة ننظم وقت الأطفال لحتى يدرسوا، ما ينضغطوا على وش الامتحانات، لحتى ما تكون فترة الامتحانات فترة ضاغطة وخبرة مؤلمة وغير جيدة للأطفال. لكن بنعرف نحن إنه في ظروف كتير قد تعيق هذا الكلام. يعني مثلا أنا بنحكي مثلا عمل بعض الأهل وانضغاطهم بالمهام العمل، بعض الأحيان مرض الطفل، بعض الأحيان اضطرار سفر للأهل، وجود ضيوف في البيت، هاي الشغلات قد تعطل أحيانا هذا الموضوع وتأثر على مستوى الدراسة عند الطفل والتزامه فعليا بجدوله الدراسي.
فبالتالي يعني بدنا نحط إضافة للخطة اللي نحن حاطينها للدراسة، بدنا نحط زي خطة طوارئ لحتى نلحق حالنا في حال إنه الطفل صار في عنده ظروف استثنائية كيف يقدر يلحق هاي الأمور. هلأ إذا كان والله التأخير سبب الإهمال والالتهاء بالثانويات عن الأولويات، هون قضية صعبة جدا بتصفي، وبتصفي إنه في عدم نظام بالأسرة، والأسرة بدها ترجع تعيد ترتيب أولوياتها في وتنظم وقتها لحتى فعليا احنا ما بدنا المدرسة تكون طول السنة او طول الفصل خبرة مؤلمة وكله دراسة، والطفل يوصل لسنة التوجيهي او الثانوية العامة والسنوات الحاسمة وهو كرهان الدراسة. لا، نحن بدنا السنة كلها منظمة موزعة ما بين وقت للدراسة، وقت للمتعة والرفاهية، فكرة التنظيم دكتورة سهى، وقت للأسرة، نعم، وقت للأصدقاء. فكرة التنظيم، وسؤالي أنا للأستاذة عدلة، هناك بعض الأسر تبدأ في عمل معسكر للاستعداد للامتحانات، حتى شاهدنا في التقرير أحد الأباء يقول لابد أن سحب الهواتف من الأولاد ومنعهم من التواصل الاجتماعي وهذه الوسائل وعمل معسكر مغلق والدراسة لساعات طويلة. هذه الطريقة هل هي طريقة مثلى وتربوية وفي نفس الوقت والوقت منجزة في مساحة التعلم والقدرة على الاستذكار قبل الامتحانات؟ هو موضوع المعسكر، وحتى اللي أشارت إليه زميلتي، إحنا ما بدنا نعيش الأولاد في معسكر من أول ما أغسطس، والامتحانات والدراسة مش لازم تكون معسكر. لأن إحنا ولو كان يعني اللي أنا بحكي يمكن يكون مثالي، ولكن هو يجب أن نبدأ في التغيير في اتجاهه، وهو أن التعلم المفروض أن يكون متعة، والتعلم المفروض يكون ليس من أجل الامتحان. معناته كل مادة تعليمية وكل موضوع رياضيات أو علوم أو فن أو عربي أو إنجليزي هو عبارة عن موضوع يعني نسعى فيه ولنا أهداف فيه، سواء كانت أهداف معرفية أو سلوكية أو وجدانية، زي ما هو متعارف في كل الأهداف التربوية. معناته إحنا هدفنا من الذهاب إلى المدرسة لكي نتعلم ونستمتع وننمو، والمفروض أن الطفل يستغرق في هذا العمل الاستمتاع بالتعلم والتجريب والبحث عن المعلومة والتمتع فيها وإظهارها، وكأنه يحكي رواية أو يحكي قصة أو يتحدث عن شيء هو اختبره، شيء يحبه. فمعناته لما يجي وقت التقييم البنائي أو التقييم النهائي هو لا يحس أنه في معركة لكي يثبت ما تعلمه. هو المفروض أنه نحن نعيد الموضوع من الأصل، يعني إحنا قاعدين نتطلع على الموضوع من النهاية من الامتحان. إحنا ما نوم الامتحان، إحنا بدنا نتعلم. الطفل يريد أن كثير يقرأ من المشاهدين أو يكتب. ربما يروا أن كلام حضرتك الآن كلام مثالي ونموذجي. لا، مش مثالي، لكن نأخذ هذا اتصال ثم تفضل. نعود معنا محمد من الدوحة. تفضل محمد من المغرب. تفضل محمد. طيب، عاود اتصل بنا محمد مرة أخرى. تفضل يا أستاذ. عندما نركز على التعلم نكسب الطرفين، نكسب التعلم ونكسب النجاح. يعني أنا عندما أقول في بداية العام الدراسي سنركز على التعلم، نفرض أنه بده يتعلم حل المعادلة مثلا التربيعية، ونفرض بدنا نركز على الجهاز الهضمي، نفرض بدنا نركز على أي، على كتابة أربع فقرات مثلا تصف موضوع محمد معين. عاد مرة أخرى حتى لا ينقطع الاتصال. تفضل محمد. السلام عليكم، حياك الله يا أستاذ. أهلا بك، عليك الصلاة. تفضل سؤالك. وتحية لي الضيفات الكريمات، شكرا. تفضل يا سيدي. أنا لدي تدخل أقول في حقيقة الأمر، البيئة التي يعيش فيها الطفل من الواجب أن تكون هي أصلا يعني تشجع على القراءة، وأعني بكلامي على الأبوين أن يكون الكتاب في البيت، على الأب أن يكون مطالع الكتب، الجرائد، المجلات. تصور يا سيدي، قل لي بربك، عندنا في البيوت كل الخيرات، الملابس، الأكل، التراب. يا أخي كيف نحن يعني في الحقيقة يعني مفهومنا ومنظورنا للقراءة والتحصيل العلمي خاطئ. تصور يا أخي أستاذ محمد، هل تسمعني يا أخي؟ أسمعك أستاذ محمد. يعني إذا كان لديك أطفال كيف تجعلهم يستعدون لامتحانات نهاية العام؟ يا سيدي أنا أقول لك الحياة كلها، يعني الزمن كله طول الحياة
حريه الانسان، عليه الانسان ان يكون يمتحن. يا سيدي هذه القضيه ديال الانتظار الى حين ياتي الامتحان هذه معضله والله يا اخي، على التحصيل على علي يا اخي. الطفل يقلد والديه، البنت مثلا تقلد الام، والابن يقلد الاب اذا كان الاب يطالع، ويكون شغله الشاغل وهي المعرفه، ولا بد الطفل ان يكون كذلك. تصور يا اخي، هل النخله هل ستعطينا العنب، او ستعطينا مثلا الدفله، يعني شجره الدفله هل ستعطينا طعم حلو اذا كان الاب اصله يعني يا اخي. نعم. علينا ان نفهم امر، الامر هو بسيط في الحقيقه بدون فلسفه ولا يا اخي. فاقد الشيء لا يعطيه. عذر المقاطعة أستاذ محمد، لأنه هناك اتصال آخر ونريد ألا ينقطع معنا. أي الفكرة وصلت، فكرة حضرتك أستاذ محمد وصلت، وأشكرك شكرا جزيلا على اتصالك وعلى هذه الفكرة. معنا الأستاذ محمد من السعودية، تفضل أستاذ محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل. استعداد الاختبار أن يتلبس ونتلظف ونأخذ قلمين وأن يدعي الله للصلاة، في الصلاة يطلب الله بالتوفيق آمين والنجاح ويشد حاله، ولا يخاف ولا يعرف ولا يعتذر، يركز على الاختبار. والله ما هو خوف، الخوف في القبر نار جهنم. هنا ما في اختبار، على مهلك وركز والله. لا تستعجل ولا اطلب الله سبحانه وتعالى، ولا تروح الا كل شيء معك القلمين ومعك الحاجات اللي تبغاها المدرسه، والله اتمنى لهم التوفيق ان شاء الله والنجاح باذن الله. نعم، أشكرك. عليكم السلام، شكرا جزيلا أستاذ محمد من السعودية. أستاذ عدلة، ربما محمد من المغرب يتحدث عن البيئة، وأن الأب والأم هم يعني القدوة في مساحة القراءة والمتابعة وإيجاد بيئة طيبة للأولاد. هذا يعني في هذا هو الإطار قصده يؤدي أنه الطفل الذي لا يوجد حواليه كتب ولم يرى أباه يقرأ، يحس أن قراءته لكتاب الدراسة هو عقاب له. لكن إذا كانت الكتب موجودة في البيت ويقرأها الجميع، وأحيانا ممكن الأب أن يقرأ مع طفله من كتابه لينظر ماذا يتعلم، لكن نحن إرجاء ذلك لنهاية العام كما قال الأخ من المغرب يصادق على كلامه. ولكن ليس معناه، أيضا أعود إلى ما أجبتك به في البداية، أن الآن أيضا هناك وقت للعمل لاستدراك نعم، ولكن بنية أن لا نعيد نفس القصة كل عام. نعم. يا أخي أحيانا أنا أشعر بالحزن عندما أثناء تأتيك الرسائل بأرقام تلفونات، يعني الواجبات البيتية، المش عارف إيش، كل الأشياء يعني يعرضون أنه كل شيء ممكن أنا أشتري لابني، اللوحة التي يجب أن يعملها، المشروع الذي يجب أن ينفذه في نص السنة. فهذه الأشياء التي إحنا بنعملها لأبنائنا ومنريحهم فيها خلال السنة هي اللي حرمتهم من التعلم. اللوحة التي يشرح فيها الجهاز الهضمي وأسماء الأعضاء طبعا لم يرسمها هو ولم يكتبها هو، بل بالعكس فلم يتعلمها. ذهبت لأحد طيب وبعدين يعني الرسامين، هو قام برسمها ووضعها فلم يتعلم شيء. حتى كلمة أنه بده يأخذ دروس حيروح يذاكر له، يعني يجيبوا له معلم يذاكر له، كيف يذاكر له؟ يعني كيف لا يذاكر هو وهو التعلم هو فعل يعمله المتعلم، الفاعل فيه المتعلم نفسه. يعني حضرتك شايفة إن حتى لو فات الوقت ولم يستذكر دروسه بشكل جيد، الوقت لم يفت، ممكن أن يبدأ من الآن. ربما فات الوقت لتحصيل ما نطمح إليه وهو التعلم الثابت والنتيجة الجيدة والنجاح، ولكن نحن نتدارك الآن ونعمل ما بوسعنا مع النية أن لا يحدث ذلك مستقبلا، لأن في ذلك ماذا سيحدث؟ إذا نحن نذاكر للامتحان ثم ننسى ما ذكرناه، يدوب حطيناه في الورقة ونسيناه. طب عندما نقوم بعملية جراحية ماذا سنتذكر؟ عندما يقوم المهندس ببناء المبنى ماذا سيتذكر؟ عندما يقول المعلم بتعليم طلاب ماذا سيتذكر؟ نعم. لماذا نتعلم أصلا؟ هذه نقطة هامة. دكتورة سهى، محمد من السعودية تحدث عن فكرة أن يجب على الطلاب ألا يخافوا. لو تحدثين عن فكرة الخوف، هناك بعض الطلاب يخافون مع اقتراب الامتحانات، كيف يواجه الطلاب حالة الخوف والذعر التي يعني يعيشونها في هذه الفترة قبيل الامتحانات؟ سعيد،
صراحة هي الجزء الأكبر على الأهل وعلى المعلمين، التوقعات اللي بنحطها من الأطفال واللي قد تفوق قدراتهم هي اللي بتخلق قلق الامتحان. فأنا لما بالدرجة الأساسية أنطلق من يكون منطلقي في تقييم الطفل هو مقارنة نفسك بنفسك، أنت الفصل الأول جبت كذا 90 مثلاً، الفصل الجاي إذا بتجيب أحسن في إلك مكافأة، ما بدي أقارنه إذا بتجيب أحسن من أخوك، ولا بدي أقارنه إذا بتجيب الأول على الصف. هاي صراحة الشغلات هي اللي بتضغط على الطفل بتولد القلق الامتحان عنده، لما هو يهاب أو يرتعب من فكرة إني أنا سوف أقارن بغيري، هذا بيولد عداوة وكراهية وعدم علاقات سوية بينه وبين أقرانه، بعض الأحيان بينه وبين إخواته. بينما أنا لو أجي للطفل كأهل أو كمعلمين أقول له أنت معيارك نفسك، أنت جبت الفصل الأول كذا، بدك تتحدى نفسك لتصير أحسن من نفسك الفصل الأول، أو السنة هاي جبت كذا الفصل السنة الجاية بدك تكون أحسن. فبالتالي أول طريقة لحتى نبعد القلق عن أبنائنا سواء كان نحن معلمين أو أهالي إننا نتجنب مقارنته بالآخرين. الشغلة الثانية كتير مهم للأطفال تنظيم وقت الدراسة، يعني في لو أنا بدأ الطفل فترة انتباهه أو جلوسه على الدرس ما تتجاوز مثلا نص ساعة، مش مشكلة خلينا نقطع نص ساعة بترتاح بعدها 10 دقائق بتعمل الشيء اللي بدك إياه، بس بدك ترجع نص ساعة. حسينا الطفل ما عنده قدرة على تنظيم الوقت يحط ريمايندر يرن الجرس يرجع هو دغري ليكمل دراسته، مش مشكلة لو قطعنا من القضية، مش يقعد 4 ساعات ورا بعض ويضغط حاله هو عم بيقضيها بجوز سرحان بجوز ما بيدرس، لا بدنا نحترم هو رغبته للطفل. الشغلة الثالثة learning style تبعه، نمط التعلم تبعه. هلا أنا في كتير من الأمهات بتشوف الولد مثلا عم بيمشي في البيت ماسك الكتاب وعم بيقرأ بصوت عالي وبدرس بصوت عالي، لا فوت على غرفتك وسكر. طب بلكي هو هذا أسلوبه في الدراسة اللي بيحفظ منه، ممكن تعطيه بديل تاني، اطلع على الجنينة إذا خايفة هو يزعج أخوته التانيين اللي بدرسوا بهداوة. في أطفال تعلمهم بصري ممكن نساعدهم بأنه نرسم لهم خرائط ذهنية لحتى نساعدهم على التذكر، هذا الشيء كتير بيخفف من قلق الامتحان. الطفل لما بيدرس بالطريقة اللي بتناسبه، لما أنا أساعده أني أحسسه أنه هدفي من أنك تجيب علامة عشانك أنت مش عشان أنا أقارن الناس التانين فيك وأقول للناس التانين أنك أحسن منهم، هون الطفل دفعيته للتعلم بتزيد وبالتالي قلق الامتحان تبعه بيخف. في أساليب كتيرة بتساعد على تهدئة الأطفال، منها على سبيل المثال قبل النوم بشي ساعة طفل يحاول انه ما ياكل شيء تقيل، يحاول انه يسترخي قدر المستطاع، ما ابدا ما يدرس قبل الامتحان على القليل بنص ساعه، ما يدرس نهائي او يراجع المواد، يحاول انه الصبح يفيق بكير مثلا على وقت صلاه الفجر ليستذكر او يراجع الدراسه، بس قبل الامتحان مثلا بساعه ما يراجع مع اصحابه، وبعد الامتحان كمان ممنوع يراجع مع أصحابه لحتى ما يأثر على بقية الامتحانات اللي وراء. فكرة الاستذكار مهمة لنحكي فيها. نعم دكتورة سهى، ولكن باختصار فكرة الاستذكار مهمة. ربنا أسأل الأستاذة عدل على فكرة، هناك بعض الطلاب يواجه فكرة النسيان، أنه يذاكر كم من المعلومات ويقرأها ويحفظها في حينه، نعم. ثم بعد ذلك يستشعر أنه نسى كل شيء، وهذا يؤدي إلى توتره وخوفه أنه ينسى كل شيء يوم الامتحان. كيف يواجه هذا الأمر؟ الآن طبعا العقل في له عدة أنواع من الذاكرة، في عندنا الذاكرة القصيرة يعني ببساطة، والذاكرة الطويلة اللي هي تبقى فيها المعلومات لفترات ممكن طول العمر، وفي الذاكرة العاملة. العاملة نعم التي تعمل على المعلومات لتثبتها أو تلغيها. يعني مثلا أنا جاتني معلومة لم أستخدمها خلال أشهر ربما أنساها، نعم. مثل الكمبيوتر يعني. فإذا كان الطفل عنده هذا الخوف، أول إشي إذا كان هو لا يشعر بالأمان وخايف، إشي طبيعي إنه يستذكر كل شيء بعدين يخاف كيف سيستدعي هذه المعلومة وأين وضعت في دماغه. فالإنسان العادي الذكاء يحتاج من 3 إلى 5 مرات
يتم استدعاء المعلومة حتى تنتقل إلى الذاكرة الطويلة الدائمة، من الذاكرة المؤقتة إلى الذاكرة الطويلة، إلى أو قصيرة المدى إلى الطويلة. إلى الطويلة. استدعاء خمس مرات. نعم. كيف يمكن استدعاء؟ كيف يمكن؟ نأتي إليها إن شاء الله. إذا كان الشخص فوق الذكاء فوق العادي إلى الموهوب أو متفوق بطبعه أو بمستوى ذكائه، يحتاج من واحدة إلى ثلاثة. يعني قطعة إملاء طفل ممتاز إذا نسخها مرة واحدة لثلاث مرات بيجيب 10 من 10. نعم. الإنسان متوسط الذكاء يحتاج من 3 إلى 5. نعم. ولكن ماذا يحدث إحنا عند أبنائنا؟ ربما نكون يعني متوسط أو فوق المتوسط بقليل ونحتاج الثلاثة ونستدعيها مرتين يدوب. مرة لما حكى لي إياها الأستاذ ومرة ليلة الامتحان. طب أنا بضغط على نفسي وأوكي بتم حتى لو تم حفظها، يعني مثل أدراجك أنت حطيت أغراضك وما حطيتها مرتب. يمكن حتى كثير من الطلاب يا إما بيشوف الإجابة في نومه بعد ما ينام ويخفى، يعني بعد ما يخلص الامتحان وراحت عليه الإجابة، يا إما بعد ما يهدأ من الامتحان وقاعد مثلا بيفطر إشي، طب هيني أنا موجودة في دماغي لكن ما حطيتها في الوقت، عندما استدعيتها ما قدرت أجيبها في الوقت المناسب. فمعناته علشان نرجع لأغسطس لشهر 8، يعني مش عايز نرجع الآن في شهر إبريل وقربنا على الامتحان، هي في شهر فكرة إبريل الآن كيفية الاستدعاء. إذا عشان ما أنسى، رقم واحد على الأهل أن يقولون يعني يتحدثوا إلى أبنائهم بشوية مسالمة، بغض النظر أنت درست أو أهملت أو أنا أهملت فيك أو درست، الآن نحن في شهر إبريل. نعم. سنبذل جهدنا ولا يهمني ماذا ستكون النهاية أو النتيجة. نعم. سوف نقبل بالنتيجة التي تحضرها. يعني أنا يجب أن نفهم أبنائنا، نؤمنهم، مش نقول لهم والله إذا بكرة سقطت بكرة بتشوف إيش بدي أشوف في الشهادة، بكرة مش رح تسافر بالصيف بكرة. نحن أخطأنا معهم بانتظارنا هذا الوقت، والآن سنبذل جهدنا ونرتب بشكل زي ما تفضلت الأخت بدون ضغط عليهم. خلينا ندرس جزء جزء، مقطع مقطع، نعطيهم الراحة والتغذية والنوم المناسب وكل شيء، وبالأصل أنه نؤمن ونقول له يا ابني أنا أحبك وأحترمك وأنا راضية فيك. نعم. ولا يهمني ماذا ستجيب هذه السنة، ولكن سنبذل يعني قصارى جهدنا لنعوض ما فات. نعم. ويكون لنا ترتيب آخر إن شاء الله العام القادم. نعم. معنا اتصال أبو أحمد من الدوحة، تفضل أبو أحمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتك، تفضل. عايزين بقى نصايح، بس أنا عندي مشكلة، أنا عندي ولد في الثانوية العامة. نعم. مش أنا اللي بقارنه بأخوه، هو اللي بقارن نفسه بأخوه، ودي مشكلة كبيرة عندي. أخوه أكبر منه؟ أخوه أكبر منه، كان في الثانوية العامة قبل 3 سنوات، النهاردة الحمد لله في ثالثة ترم. ما شاء الله. امتياز 3 سنين. طبعا أخوه كان في الثانوية كان ممكن يذاكر 12 ساعة. ما شاء الله. بدون ما حد يطلب منه أي حاجة، يعني عمرنا ما ضغطنا على طفل ولا ولد بدنا بذاكر أو ما ذاكرش. المشكلة هو الآن هو اللي بيقارن نفسه بأخوه، وكل كلمة ثانية يقول لك أنا مش زيه، أنا غيره، أنا أختلف عنه، أنا ولد. مدرسينه يمدحوه، يقول لك هو أذكى من أخوه فعلا، بس المشكلة هو عايز شوية تركيز، عايز يذاكر. ممكن يذاكر نص ساعة ولا خلاص أنا كده حصلت اللي أنا عايزه. يعني هو بيعتمد إن هو أذكى فتحصيله أقل. ولا جهده أقل. دي مشكلته، ان هو مدرسينه نفسهم هم بيقولوا الكلام ده، يعني يقولوا ان هو اذكى من اخوه بكثير. وهو بيقول لك انا غير، انا اختلف، انا تكفيني نص ساعه مذاكره. يعني انا قصدي حضرتك المشكله ان حضرتك شايف ان هو جهده اقل مما ينبغي ان هو يقوم به. يعني انا بطلب منه، انا ما بطلبش منه نتيجه، انا بطلب منه فعل عمل، انا بقول له يا حبيبي انا مش عايز منك نتيجه، لان النتيجه دي من عند ربنا. نعم. عايزك انا احس ان انت عملت اللي عليك فقط لغير. ده كلام ممتاز. عايزك تهتم بالدروس، ماشي انا بدي دروس خصوصيه، عايزك بس ترجع تذاكر الدروس انت خدتها، ترى محتاجه حفظ وفهم. نعم. من المدرس وحفظ من المذاكره، لكن واحده من غير الثانيه، يعني اذا في حفظ بدون فهم ما فيش، ملوش لازمه. اذا في فهم بدون حفظ ملوش لازمه. مش عايز يقتنع ان هو مثلا دي ثانوية عامة ليها حاجة معينة، لها سيستم معين. نعم. لازم الاثنين مع بعض. طيب ده سؤال مهم استاذ ابو احمد، وضحت فكرتك. السنة الثانية طلع الاول على مدرسته، السنة الاولى طلع الاول على مدرسته.
بس مش عارف اللي السنه دي كده هو مش عايز يهتم. طيب انا اشكرك ابو احمد على هذا الاتصال. دكتوره سهى، ابو احمد عنده ولد في ثانويه عامه، اخوه اكبر منه دخل كليه الطب، كان يبذل الكثير من الجهد والوقت، هو ابنه الثاني يعني اكثر ذكاء، لكنه لا يبذل الجهد المطلوب منه وهو في ثانويه عامه. يعني اكيد كل اب يتمنى لابنه انه في ثانويه عامه ياتي بمجموع كبير يدخله كليه من كليات القمه. ماذا تقولي لابو احمد؟ بنصح ابو احمد اول شيء يشوف شو بده يدرس ابنه. هلا بجوز بده يدرس هندسه، بده يدرس شيء، مش بالضروري يكونوا كل العائله اطباء، ما شاء الله الله يبارك له في ابنه وبالثاني. بس يا ناس ابدعوا بدون ما يكونوا في تخصصات جدا عاليه، فنحن حتى نضمن له الابداع في المستقبل اهم شيء نحترم رغبته الخاصه. الشغله الثانيه، مش بالضروره عدد ساعات الدراسه تتناسب مع التحصيل. كثير من الناس يعني انا مرقوا علي بيركزوا بحصه الاستاذ وفعليا بيجيبوا نتائج افضل من اللي بيدرسوا لساعات طويله. فالقضيه مش قضيه قديش درس، المهم مش غلط لو قبل الامتحانات بفتره نجيب له حدا يراجعه. يعني انا بعرف الاهل بمرحله الثانويه العامه ما بيقدروا يتابعوا لانه المناهج كثير متخصصه ومستواها عالي، فمش غلط لو جبت له حدا يسمع له هيك يومين لاتاكد فعليا من مستوى تمكنه من المواد الدراسيه. اما اني احط حالي برجع وبقول الطفل حتى لو هو قارن نفسه باخوه، انا بدي ارجع واقول لهم احنا معيارنا، يعني صراحه الدول اللي نجحت في العالم مثل دول الاسكندنافيه واليابان والى اخره، مقارنه الفرد بنفسه هو كيف كان ولوين وصل. أنا بعرف أساليبنا شوي في الدول العربية تنافسية وهذا الشيء بيخلق قلق عند الفرد نفسه، ولكن إحنا بنقدر كأهل إذا وعينا إن نساعده لحتى هو يحدد هدفه في الحياة. شو بدك أنت من المعدل؟ المعدل لما بدك تاخده رح يضله لازق فيك، فلان لفلان جاب بالتوجيه كذا، هذا إلك، ما رح يجي يقوله فلان جاب أحسن من أخوه في التوجيه. الشغلة الثانية بدك تحدد هدفك شو بدك تدرس، وبدك تجيب معدل يتناسب مع الشيء اللي بدك تدرسه، فما يكون هدفنا المعدل. صدقوني يا ما مرق علي أطفال حالتهم النفسية قبل الامتحان بيوم ما شاركوا بالامتحانات لأنه فاتوا على المستشفى من الضغط. ما بدنا نحط الأطفال تحت ضغط الامتحان ونخسرهم، ممكن يخسروا السنة كاملة. في أطفال هربوا من بيوت أهليهم بسبب ضغط الامتحان. فإحنا بدنا صراحة قدر المستطاع نهتم بنفسية الطفل، ولا تكن لينا فتعصر ولا قاسيا فتكسر، نمسك العصا من النص. نعم. دكتورة سهى، لكن وما نشد ولا نرخي. نعم. دكتورة سهى، لكن من الممكن أن يعني أن الأب أو ولي الأمر يرى أن طفله لديه مجهود وقدرة فعلا كبيرة، لكنه يعني يتكاسل عن تقديم هذا الجهد الكبير الذي ينعكس بشكل إيجابي على مجموعه في الثانوية العامة. وربما يكون أبو أحمد يسأل في هذه النقطة أو جزء من سؤاله في هذا الأمر. يعني هو يرى أن ابنه ذكي ويستطيع أن يأتي بجهد أكبر ويأتي بمجموع أكبر، لكن ابنه لا يذهب إلى هذه الطريقة، وربما يرتكن أو يعني لديه بعض الغرور أنه ذكي ويستطيع أنه في لحظة ما يتدارك ما كان قد فات منه. فما الذي ينبغي على الأب في هذه اللحظة أن يقوم به بإجراءات مع ابنه؟ نرجع وبنقول يعني فترات الامتحانات مش فترات ضاغطة. يعني كلياتنا أهالي، أنا مرقت اثنين مرقوا عندي توجيهي ثانوية عامة، صدقا الفصل اللي ضغطت عليهم فيه وأنا بعترف أنه كنت تحت ستريس، كنت ما جابوا المعدل اللي بتمحوا له، صدق ما لا يقل عن 5 درجات مئوية زادوا بالفصل اللي ريحتهم فيه. وأنا بحكي أم وتربوية، جربت عن تجربة بقول بدنا يا كنت أطلع معاهم، ابني كان يحضر مباريات، أطلع أنا وياه نحضر سوا مباريات، نقعد مع بعض نتسلى، أترك له مساحة يلعب بالبلاي ستيشن، بس بالمقابل مثل ما أنا لبيت لك الأشياء اللي بدك إياها أنت كمان بدك تدرس لمستقبلك، لإلك مش لإلي. وكان فعليا من حظي انه الفصل الاول ما كان المعدل بطموحي، لانه شاف قديش الناس فرحت اللي جابوا معدلات عاليه، قديش انبسطوا، فكان المجهود
هدفه هو يسعد نفسه، المعدل لا. هذا إلي ولمستقبلي، الجهد اللي ببذلوه معي أهلي من حقهم إنه يشوفوا ثمرته في النهاية، فإحنا بأساليب إيجابية بدون ضغط نقدر صراحة نلبي احتياجات أبنائنا وما نضغط كتير، مش بالضرورة كلنا ندرس 12 ساعة، يا سيدي لو درجنا 8 ساعات نوعية، والله في ناس بدرسوا 4 ساعات عن 20 ساعة عند ناس تانيين، 4 ساعات دكتورة 8 ساعات كثيرة يا دكتور بوعي وباحترام وبتقدير أحسن من 20 ساعة. نعم مشاهدينا الكرام، فصل قصير ثم نعود بعده لاستكمال الحديث حول سبل الاستعداد الأمثل لنهاية العام الدراسي وموسم الامتحانات، فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد، وحديثنا متواصل في حلقة اليوم عن استعداد الأسرة لمرحلة نهاية العام الدراسي، ونرحب مجددا بضيفتنا في الاستوديو المستشارة التعليمية الأستاذة عدلة عثمان، وكذلك بضيفتنا عبر الإنترنت من عمان الخبيرة التربوية الدكتورة سهى الطبال، أهلا بكما. والحديث حول التغذية السليمة المفترض أن يحصل عليها الطالب خلال فترة نهاية العام الدراسي والامتحانات، تنضم إلينا عبر الهاتف أخصائية التغذية الدكتورة عائشة صقر. أهلا بك دكتورة عائشة. يعني في البداية، هل الفترة ما قبل الامتحانات تختلف على مستوى التغذية عن باقي العام؟ هل لها استعداد خاصة من الناحية التغذوية؟ السلام عليكم. السلام. بحب أصبح طبعاً على ضيوفك الكرام وعلى الجمهور بشكل عام. بالنسبة للتغذية خلال فترة الامتحانات طبعاً تعتبر من العوامل جداً مهمة، خصوصاً إنه يعني آخر دراسات بتحكي لك إنه مش فقط معدل الذكاء هو اللي بيحدد تقدم معدل الذكاء عند الإنسان كناحية وراثية، لا، يوجد أيضا عوامل لها علاقة بالتغذية وعوامل بيئية بتزيد من رفع معدل الذكاء. طبعا من ضمن هاي العوامل اللي صنفوها العلماء إنه هو عامل التغذية السليمة. طبعا إحنا عارفين إنه كدماغ وزنه لا يزيد عن تقريبا كيلو ربع أو كيلو ونص من حجم جسم الإنسان، لكن هالجزء البسيط هذا أو ذو الحجم الصغير بيستخدم تقريبا 20-25% من الطاقة اللي بيتم استخدامها خلال اليوم. لذلك من الضروري جدا إنه الأغذية اللي لها علاقة بالطاقة تكون يعني واحدة من أعلى الأغذية الموجودة على قائمة الأغذية المتناولة خلال اليوم بالنسبة للطلاب اللي عندهم امتحانات. ما هي أمثلة أغذية الطاقة دكتورة عائشة؟ بالضبط، احنا عارفين ان اغذيه الطاقه عاده بتكون عباره عن نشويات في الاغذيه اللي بتحتوي على الدهون. الدماغ كدماغ لا يستطيع اخذ الطاقه الا من السكريات البسيطه اللي هي الجلوكوز، لذلك دائما غذاء الاطفال خصوصا في فتره الامتحانات لازم يحتوي على واحد من مصادر السكريات البسيطه، مثل مثلا العسل، الفواكه، العصائر الطبيعيه، انواع من المربيات، الحليب ايضا يعتبر في نوع من انواع ايضا السكريات البسيطه اللي ممكن يستخدمها الدماغ كنوع من الطاقه. لذلك العنصر الاول زي ما حكينا اللي هي الطاقه اللي هي تكون عاده ماخوذه من السكريات البسيطه كالمجموعات اللي احنا ذكرناها. ايضا بحكي لك انه وجود نسبه من البروتينات في غذائنا جدا مهمه حتى تحافظ على معدل ذكاء طبيعي، لذلك احنا بنركز على انواع معينه من البروتينات مثلا كالاسماك. الاسماك دائما فيها نوعين من الفائدة، الفائدة الأولى اللي هي البروتينات، الفائدة الثانية اللي هي تعتبر الأوميجا 369، بحكي لك إنه دماغ الإنسان فيه تقريبا نسبة 50% إلى 70% من الدهون المفيدة كنوع من أنواع التركيب الأساسي، فحتى نحافظ على صحة الدماغ لازم يكون عندنا أغذية محتوية على اللي هي الأوميجا 3 خصوصا. دكتورة عائشة، نعم، يعني دائما الفترة ما قبل الامتحانات يهتم الطلاب بفكرة المذاكرة والتذكر، ويعني هل هناك أطعمة لها علاقة بالذاكرة وتقويتها؟ طبعا في أغذية وفي مشروبات، يعني زي ما حكينا الأغذية اللي بتحتوي على الأوميجا 369 زي مثلا الجوز القلب أو اللي هو الجوز البلدي المتعارف عليه في الجوز البلدي، يعتبر من أغذية جدا مفيدة لصحة الدماغ خصوصا فترة الامتحانات.
الأسماك، عندنا الأغذية ذات اللون الداكن، الأحمر الداكن أو الأخضر الداكن. ليش مثلا الأحمر الداكن زي البندورة أو الطماطم، زي الجزر، زي العنب، زي المشمش، هاي كلها والخوخ كلها تعتبر فيها بيتا كاروتين، عبارة عن فيتامين جدا مهم لصحة الدماغ. عندنا أيضا الخضروات الورقية الخضراء، مثلا عندك زي السبانخ، الخضروات الورقية زي ما حكينا الداكنة بشكل عام، مش بس السبانخ، الأنواع الأخرى أيضا فيها مضادات أكسدة جدا كمان عالية جدا مفيدة لصحة الدماغ. التركيز أيضا على شرب الماء بكميات كفاية. عندنا مثلا البيض يعتبر أيضا من المواد الغذائية اللي فيها دهون جدا مفيدة لصحة الدماغ، بالإضافة لأنه فيها نسبة بروتينات. نعم. كثير الأمهات بيسألون عن بعض المشروبات أيضا في فترة الامتحانات، إنه هل في أنواع معينة من المشروبات ممكن الواحد يتناولها أو يعطيها لأطفال في فترة الامتحانات؟ أنا إذا تسمح لي بس بعطيك وصفة بسيطة جدا صباحية خلال فترة الامتحانات. صباحا الأمهات يقوموا بتحضير كوب من الحليب الدافئ مذاب في ملعقة من العسل مع الزعفران، يعتبر قيمة غذائية جدا عالية بتساعد على زيادة التركيز عند الأطفال. في أيضا ناحية جدا مهمة بعض الأمهات بيغفلوا عنها، اللي هو بعض الأطفال بيكون عندهم نقص في فيتامين B12 أو اللي هو فيتامين B12 اللي مسؤول عن صحة الجهاز العصبي والدماغ. لذلك الطفل بيعاني من النسيان المتكرر، يعني تحكي لك الأم أنا طفلي كان معدله الذكائي أو تحصيله الدراسي عالي وفجأة نزل عند طفلي. لما يكون هيك الوضع مفاجئ معناها الأم لازم يكون في لما يكون عندها قوة ملاحظة وتدور على الأسباب. كثير من الأحيان بيكون عندك السبب نقص في فيتامين B12، لذلك من ضروري جدا عمل فحص لفيتامين B12 في حال وجود نقص إعطاء المكملات الغذائية. ولو دورنا عن المصادر الطبيعية ممكن نعطي مثلا الألياف الكاملة، الخضروات الورقية، الحبوب، البقوليات. طب دكتورة عائشة، بعض الطلاب يعني يقوموا بالسهر قبيل الامتحانات ويعني يشربون المنبهات كالقهوة وغيرها، هل من نصيحة لهم؟ طبعا هلا والله النصيحه زي ما بحكوها رح تكون مزدوجه. النصيحه الاولى ما يكونش في زي ما بحكوها اكستريملي او مبالغه في تناول هذه المشروبات خصوصا بالليل، لان التنبيه الزايد للجهاز العصبي يعتبر انه عامل مضر. من الجانب الاخر في بعض المشروبات او الاغذيه اللي تحتوي على كافيين ينصح بتناولها خلال فتره الامتحانات لكن باعتدال، يعني احنا زي ما حكينا الاكستريملي او المبالغه هو الوضع السيء، لكن تناولها باعتدال. يعني في دراسه بتحكي لك الشوكولاته تعتبر من المواد الغذائيه اللي فيها نسبه كافيين معقوله، في حال تناولها في فترة الامتحانات بتعطي شعور من السعادة، بالإضافة لأنه نسبة الكافيين الموجودة في الكاكاو بتزود التركيز. طب دكتورة عائشة، لضيق الوقت يعني سيتقطع موسم الامتحانات مع رمضان، هل من نصائح على مستوى التغذية في هذه الفترة؟ والله أهم نصيحة ممكن أن نوجهها لطلابنا اللي هي فترة السحور، يعني من الضروري جدا الأخذ بوصية الرسول صلى الله عليه وسلم الكريم بتأخير السحور قدر الإمكان. نوعية السحور يكون في عنا نشويات اللي هي مصادر الطاقة اللي هي بتكون معقدة زي الفول، الحمص، العدس، الخبز بالألياف اللي هو الخبز الكامل، حتى يكون امتصاص المادة النشوية بطيء، فبالتالي تعطي طاقة عالية للجسم. التركيز على البروتينات زي الأجبان، زي البيض، أخذ أيضا الخضار سواء كانت ورقية أو غير ورقية حتى تساعد على المحافظة على معدل السكر أطول فترة خلال فترة النهار. نعم، أشكرك شكرا جزيلا الدكتورة عائشة صقر الأخصائية التغذية، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. ومعنا اتصال الأستاذ عز الدين من الجزائر، تفضل أستاذ عز. أستاذ عز تفضل. طيب يبدو أننا فقدنا اتصال مع الأستاذ عز. أستاذ عادل، بالحديث حول كم أو عدد المذاكرة، يعني دكتورة سوها كانت بتتكلم في 8 ساعات، وكان أستاذ أبو أحمد يقول ابنه بيذاكر 12 ساعة، يعني هو هل العقل يستوعب كل هذه الساعات من العمل والمذاكرة والاستذكار؟ أعتقد أنهم كانوا بيتكلموا عن طلبة الثانوية العامة. نعم، طلبة الثانوية العامة أحيانا بيكونوا مش بيذاكروا في المادة لأول مرة، بيكونوا بيعملوا مراجعات أو مثل حل أسئلة الرياضيات وحل أسئلة سنوات سابقة، أكيد قصدهم بهذا الشيء.
في الأيام العادية يعني إحنا عندنا 6 ساعات دراسة في المدرسة، فعدد الساعات اللي بده يذاكرها الطفل لما يروح على البيت يعني مش لازم إنها تكون كبيرة جدا، يعني إذا كان إحنا حافظنا عليها مش لازم تتعدى، يعني بديش قد أحكي شيء، يعني عادة مش لازم يتعدى 2 3 ساعات يعني. طول العام من أغسطس يعني من أغسطس حتى الامتحانات. أعطيني 2 ساعات كويسين طول اليوم من أول أغسطس، ما بنحتاجش 8 في آخر ما عدا الثانوية العامة. كيف يمكن تنظيم الساعتين أو العدد الساعات؟ زي ما حكت الأخت سهى طبال، لأن هاي التقنية معروفة، إحنا ما بنقدر ننتبه ونشد الهمة أكثر من نص ساعة بالنسبة للأطفال. يعني ده معيار واحد عند كل الأطفال؟ والله أنا يعني ولا قد يختلف؟ لأني أنا لاحظت حتى يعني خلينا نحكي لو أنت تجلس في محاضرة بدي أدربك هلأ ما بتقدرش تقعد أكثر من 1.5 ساعة تتململ وأنت يعني راشد. فبالنسبة للأبناء يحتاجون للتململ، مش أنه يعني لازم كل نص ساعة يروح يلعب 2 ساعات، لا يعني يأخذ 10 دقائق يتحرك يعمل إيش يأكل يشرب يفوت الحمام يرجع يغسل وشه. المهم أنه خلال هذا الوقت تبع النص ساعة يكون إلها أهمية. يعني الطفل أحيانا أو الشاب ممكن يقرأ السطر ويجي للسطر الثاني وهو ناس السطر الأول، فما يضلوا هيك عامل ينجي يعني يسأل نفسه. كمان دايما أكثر الشيء يتعلمه الإنسان وهو يعلم الآخرين، فأكثر شيء مثلا ممكن أنت إذا كان حدا بيدرسه من أهله أو إشي يقول له مثلا هذا نفرض هنا بنتحدث إحنا عن الموقع الجغرافي لدولة قطر، مثلا أحكي له يلا اقرأ هاي الفقرة وتعال احكي لي إياها، احكي لي إياها شو قرأت. فعندما يتحدث عن ما قرأ هذا أكثر شيء للحفظ يعني له. في ناس طبعا بيحبوا يكتبوا، في ناس كذا. ثم بعد ذلك التوقيت، يعني إحنا الآن بدي أنا أوقت إني أنا بدي أدرس هذا الجزء في هذا الوقت أو بدنا نحل هذه الأسئلة في هذا الوقت، ويجب أن يكون في استراحة. يعني إذا مش كل 20 دقيقة كل 40، بس حتى 40 تعتبر كثيرة كمتواصل. أما في الأيام العادية من نيجي لبرنامج أغسطس الطفل لازم يكتب مثلا عنده عربي إيش مطلوب مني، صفحة ممكن تأخذ 10 دقائق، مطلوب مني رياضيات حل المسألة رقم كذا وكذا. فقط إذا عمل هذا الجدول أنه كل يوم قد يعمل ما طلب منه الأستاذ عن اليوم الفائت، وإذا كان في طريقة في التحضير، في ناس مدارس اسمه تحضير preparation لإله، فإذا كان في له تحضير أنه يحضر كذا ويحضر أوراق كذا ويجهز نفسه يجيب مثلا نبتة بجذورها فيجهز نفسه لليوم اللي بعده، في تعليم مستمر ما بيحتاج أكثر من هيك. نتوقف الآن مع مجموعة مما ينصح به الخبراء من أجل استعداد مثالي لموسم الامتحانات وختام سعيد للعام الدراسي. نتابع معا. معنا اتصال الأستاذ مسعود من السعودية، تفضل أستاذ مسعود. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. أستاذ شكرا جزيلا، أولا أن أكون على قناتكم قناة الجزيرة، القناة الأحب إلى قلبي منذ زمن طويل. الله يكرمك. وأشكر أيضا ضيفيك الكريمين. أهلا بك، تفضل. أستاذ لا يوجد أنا عندي سؤال، مجرد مداخلة. تفضل. أقول فيها إن الإسرة، وأوافق الأخ
محمد المتصل عليكم سابقا من المغرب، وأقول فيها إن الأسرة هي الدور الأول، صاحبة الدور الأول لكيفية تهيئة طلابها لأجواء امتحانية مناسبة وجيدة. نعم. على سبيل المثال نحن كنا في الإدارة التربوية ذات مرة، كان لدينا مجموعة من طلاب من أسرة واحدة وحققوا نتائج جيدة وإيجابية في الفصل الدراسي الأول، ومن ثم في الفصل الدراسي الثاني حدثت هناك اضطرابات أسرية ومشاكل أسرية لهذه الأسرة، فتراجع مستوى هؤلاء الطلاب حتى كادوا أن يفشلون. فأقول هنا في مجمل كلامي إن الأسرة هي صاحبة الدور الأول لتهيئة الطلاب وإعدادهم الإعداد الجيد والإيجابي لتحقيق نتائج وإيجابية خلال الامتحانات وخلال طوال السنة. نعم. التعليمية. نعم. شكرا. أشكرك شكرا. وكانت هذه مداخلتي معكم. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ مسعود من السعودية، شكرا جزيلا لك. يعني سؤال أخير دكتورة سهى، حول ما هي النصائح التي توجهيها للأسرة التي لديها أبناء يقبلون أو يعني خلاص داخلين على الامتحانات؟ هو ما رح أزيد كتير على اللي انحكى اليوم كلياته، وبرضو أنا بتفق كتير مع مداخلة الأخ محمد. هلأ هاي مداخلة عامة في ثقافة القراءة داخل الأسرة، لكن فعليا نحن منلاحظ قديش الطفل هو بصير في عنده مبادرة داخلية ليدرس ليأخذ شنطته ويحل واجباته بدون ما حدا يقول له، إذا كان قاعد في بيئة مثقفة وقارئة. الشغلة الثانية بنرجع بنقول يهدوا أعصابهم الأهل قبل الأطفال. توتر الأهل ينتقل على توتر الأطفال. كثير من الأحيان ننصح الأهالي ونفسهم مع الأطفال يعمل شوية أنشطة لتخفيف التوتر، منها يطلعوا يلعبوا رياضة، يطلعوا يمشوا، لأنه الرياضة كثير بتخفف من التوتر والقلق وبتساعد على التركيز كمان وزيادة نسبة الأكسجين في الدماغ. فبالتالي كثير مهم أنه الأهل مع الأطفال يقعدوا، إذا شافوهم متضايقين منسحبين يقعدوا يسمعوا منهم. نحن بحاجة فعليا لنفسية إيجابية أهم بكتير من المعدل. نعم. اللي بده ياخذ الطفل. نفسية الطفل تنعكس على صحته الجسدية وعلى تحصيله على شغلات كتير. فأولا وأخيرا وثانيا وأخيرا نفسية. نعم. أطفالكم أهم من كل إشي بالحياة، وهي اللي رح تجيب الدرجات العالية وحتجيب التركيز بالامتحان بإذن الله تعالى، وبالتوفيق للجميع يا رب إن شاء الله بإذن الله. بهذا ينتهي لقاء اليوم من ساعة صباح. نشكر ضيفتنا في الاستوديو المستشارة التعليمية الأستاذة عادلة عثمان، وكانت معنا عبر الإنترنت من عمان الخبيرة التربوية الدكتورة سهى الطبال. كما نشكركم مشاهدينا لطيب المتابعة، نرجو لكم صباحا جميلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.